اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في القناة المتجدد يوميا وبرنامجكم برنامج همزه وصل. الحقيقه مع قدوم شهر رمضان المصريين بنسترجع كل العادات والتقاليد سواء على مستوى البيت والشارع، كل الذكريات القديمه اللي بتطبق من عشرات وعشرات السنين وهي سمر حقيقه بتميز بيها يعني هنقول ايه رمضان المصري في العالم العربي والاسلامي كله ربما. لكن كل هذه العادات وكل هذه التقاليد بنطرق عليها بعض التطورات او بعض الاختلافات اللي بتكون بسيطه الى حد ما مع تغير وتطور الزمن والاحداث. في رمضان ده للاسف يعني في تطورات هي تعتبر خارجه عن اراده الجميع وهي الظروف العالميه وظروف الحرب الاوكرانيه الروسيه. هذه الظروف فرضت على كافة المجتمعات العربية والإسلامية حالة من الطوارئ الخاصة في الشهر المعظم وهي تتعلق بعملية السلع والاستهلاك ومعدلات التضخم وارتفاعات في الأسعار. الحقيقة على مستوانا هنا في الداخل المصري الحكومة بذلت كل ما في وسعها لمحاولة عملية تحجيم عمل الأسعار والسيطرة على هذه الأسعار بمعالجات كثيرة ومتعددة تناولناها هنا في النيل الأخبار على مدار فترات كثيرة في برامجنا طوال الفترة الماضية. كان من ضمن هذه المواقف أن نشر السلع بأسعار مخفضة، مراكز توزيع السلع، مضاعفة الكميات، طرح تخفيضات، إقامة معارض، يعني عملية طمأنة مستمرة لزيادة الوضع في الأسواق وزيادة معدلات الحركة. إلا أن أيضا مع هذا كل هذه الطروح إلا أن هناك تبقى ثقافة الاستهلاك لدينا كمصريين تحتاج إلى المزيد والمزيد من التعديل والتعامل مع الظروف الواقعية. من هنا هو ملف حلقة اليوم، التعامل مع الاستهلاك كيف يكون والترشيد كيف يكون وثقافة الترشيد وترسخة في مجتمعنا، ومن ثم سؤال حلقة اليوم اللي بتدور حوله كافة الأسئلة لاستدامة التنمية، كيف يمكن تكريس ثقافة الترشيد كأسلوب حياة. أعيد السؤال مرة أخرى، لاستدامة التنمية كيف يمكن تكريس ثقافة الترشيد كأسلوب حياة. ثقافة الترشيد لم تعد اختيار لدى أي بيت، لدى أي فرد، لدى أي أسرة، فلابد من اتخاذ أساليب وأنماط ووسائل علمية للتعامل مع الظروف أيا كانت متغيراتها سواء على المستوى العالمي أو على المستوى الفردي والشخصي لكل شخص. عموما زي ما تعودنا قبل ما نبدأ نستقبل مداخلاتنا الهاتفية، خلونا نتعرف من خلال التقرير التالي على موضوع الحلقة ثم نبدأ في استقبال المداخلات. ابقوا معنا. يقف العالم في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد والأزمة الروسية الأوكرانية على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب تحويل ثقافة ترشيد الاستهلاك إلى واقع عملي وسلوك يومي على مستوى الأفراد والمؤسسات. وتدرك جميع الدول أن تجاوز المرحلة الراهنة يرتبط بشكل وثيق بالمحافظة على مواردها الطبيعية والاقتصادية مهما كانت وفرتها وكفاءة إدارتها على النحو الذي يضمن استمراريتها بما يلبي الحاجات المستقبلية لمجتمعاتها. وتمثل استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر تربط الحاضر بالمستقبل وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية العريقة لتبني مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في ريادة الإقليمية. كما تمثل خريطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقاومات والمزايا التنافسية وتعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصري في توفير حياة كريمة ولائقة. وفي إطار سعي الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تم إطلاق عدد من المبادرات منها مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى اهتمام الدولة بالقضاء على العشوائيات لتقليل معدلات الفقر. وتولي الحكومة اهتماما بتحديث رؤية مصر 2030 بشكل مستمر في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على كافة الأصعدة، إلى جانب ذلك تقوم بصياغة أجندة وطنية للتنمية المستدامة تسمح بالتكيف مع المستجدات المختلفة.
مشاهدينا، بعد ان تابعنا التقرير يعني تعرفت من خلال التقرير انه لتحقيق التنميه المستدامه فلا بد ان تكون هناك استراتيجيات مسبقه موضوعه ومنفذه بدقه. التنميه المستدامه يعني بنتحدث عن قطاعات متعدده منتجه، بنتحدث عن وفره في منتجات متعدده وما الى ذلك. الشق اللي هو متعلق بالاستهلاك هو شق الترشيد، ايضا هو احد المؤثرات في تحقيق هذه التنميه، وده اللي هنتعرفه بقى من خلال المداخلات الهاتفيه. هيكون معنا دكتور زينب نجيب الخبير الاجتماعي واستشاري العلاقات الاسريه. يعني دكتور زينب تحياتنا يا فندم، كل عام وحضرتك بخير. وحياتك بصحه وسلامه وخير، صباح الخير، صباح الفل. دلوقتي يا دكتور عايزين نعرف بس ايه العلاقه ما بين ثقافه الترشيد او فهم عمليات الترشيد وكيفياتها والياتها وارتباطه بوفره السلع واسعارها ايضا. الحقيقه هو يعني ثقافه الترشيد المفترض انها تكون عندنا كلنا، لان هي اصبحت ضروره ملحه جدا وحتميه الحقيقه في الوقت الحالي تحديدا، لان لازم يكون في ترشيد في مش بس في السلع الاستهلاكيه كمان، ده في هنلاقي في المي مش بس في الغذاء، يعني في الميه وفي الكهرباء، دي وسيله مثلى للحفاظ على مواردنا الطبيعيه. لا لا لابد تكون موجوده الحقيقه، لان دي من اهم واحد اهداف التنميه المستدامه والحفاظ على كمان حقوق الاجيال القادمه. نعم، طيب خلينا يا دكتور نبتديها من تاثيرها على الفرد، يعني هنتكلم بقى كده ايه ببساطه بلغه الشارع، انا اوفر ليه ولما ربنا موسعها عليا اقدر اشتري، اقدر اجيب، اقدر استهلك، واقدر اعمل، فهوفر ليه؟ هي تاثر عليا كفرد ايه، ثم عليا كاسره وكمجتمع ازاي؟ هي احنا الاسلام دين وسط يعني، وكل الاديان بالحقيقه يعني حست على ده، كل الاديان ما فيش دين ما قالش ان ضروره الاعتدال في كل شيء في سلوكنا الاستهلاك نفسه. الاسلام دين وسطيه، وزي ما قال ربنا قبل كده يعني الآية واضحة جدا، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. الآية واضحة جدا، يعني حتى ربنا قال المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فما بال بحضرتك بقى إن إحنا دلوقتي كمان الحياة سريعة وغالية جدا، مفترض إن إحنا نكون أكثر دراية، أكثر حرصا، أكثر كمان بلاش نقول يبقى في نوع من الإسراف. نعم، هو بنتكلم احنا على شخص مش هيكون بيبذر، لكن هو يرشد ليه؟ يعني انا بدل ما اشتري مثلا 2 كيلو هشتري كيلو ليه؟ بدل ما يعني عادات الاكل في رمضان، عادات العزومات، عادات المجاملات بشكل عام، المجتمع المصري ليه سمات خاصه في شهر رمضان الفضيل، يعني ايه فكره ان او استفاده مجتمع من ان هو يقلل في معدلات استهلاكه؟ بنشوف بعد كده في الافطار او في السحور بيحصل ان كميات كبيره من الاطعمه لا تستهلك. طبعا من الاكل بتلقى في القنامه يوميا، حضرتك شوف لو الاصنام اللي من الاكل دي اللي بتلقى في القنامه يوميا، لو احنا رشدناها، لو احنا اديناها في بنك الطعام مثلا، لو احنا وديناها لمصادرها المفترض ان يعني تروح كما يجب ان تكون، يعني كان هتبقى شكلها عامل ازاي؟ قد ايه لو حتى ربه المنزل وفرت في الاسره، مش بس وفرت السلع، وفرت الكهرباء، وفرت الميه، كل الحاجات دي. وحضرتك لو حتى في المجتمعات الغربيه نلاقي كل شخص في المجتمع الغربي رقيب على نفسه، هتلاقيهم بياكلوا يعني يدخل سوبر ماركت مش محرج ابدا ولا مكتوب ان هو ياخد ثمره او ثمرتين بس، بياخد كفايته بس، ما بياخدش اكثر من كده، ما بياخدش بالكميات الباهظه اللي احنا بصراحه بنستخدمها ونستهلكها دي. يعني دكتور هو حضرتك ثقافه حضرتك هل تقترح يعني ان احنا نبدا نحاول نعمل نوع من انواع التقليد للمجتمعات الغربيه بان برضه يبدا عمليه بيع بعض المواد والسلع الغذائيه بالقطعه بالجرامات يا فندم؟ هو المفترض ان الحاجات دي بالوحده مثلا الثمره مش عيب ابدا، يعني مش هيقلل مني ولا هيقلل من شاني ابدا لما اخد ما يكفيني، بس مش لازم اخد ما يفيد وزياده اللي فيها بيترمي في الاخر في القنامه، وفي ناس كتير بتبقى اولى دي الحقيقه. يعني ليه حرام؟ يعني حتى الاسراف حرام، البذخ حرام، ليه بنعمل كده في نفسنا وبعد كده نلاقي غلاء الاسعار ونلاقي بقى التجار بقى بيبداوا يعني يتعاملوا معانا بمزاجهم ويغلوا بمزاجهم ويعلوا علينا الاسعار بمزاجهم؟ يعني حضرتك شفت اكيد الفتره اللي فاتت ودخول رمضان، استقبال رمضان، الحاجات دي كلها خلت التجار كمان غالوا في كل منتجاتهم. أنا دكتور هستسمح حضرتك عشان نشرح للمواطن البسيط جدا ايه تأثير استهلاكه المتزايد على الأسعار، الارتباط ما بين الاثنين كيف يكون؟
احنا اللي بنعمل هذا الخلل يا فندم، احنا اللي بنعمل كده بايدينا. احنا لما في مطلب ملح على السلعه دي عندنا هوس الشراء بهذا الشكل، ان احنا عايزين كل حاجه وبنشتري بكميات كبيره قوي ممكن ما كنتش محتاجينها اساسا، فده بيخلي التجار كمان عندهم نوع من انواع الجشع، عندهم نوع من انواع الغش التجاري، عندهم نوع من انواع الاستغلال والاستبداد. طب ليه؟ حضرتك يعني في الايام اللي فاتت هل يعقد الاسعار بهذا الشكل ارتفاعها وتكاليفها بالمنظر ده؟ اكيد كل الشعب عانى منه، واحنا اللي عملنا كده بايدينا. احنا لو سيبنا السلعه دي زي ما السيد الرئيس قال الغالي ما تشتريهوش، يا جماعه الحاجه الغاليه ما تشتريهاش. خلاص احنا لو كفينا ده وسمعنا الكلام ما كناش وصلنا اللي احنا كنا وصلنا ليه الفتره اللي فاتت الحقيقه. وهي الدوله الحقيقه مشكوره جدا ان هي نزلت بكل اجهزتها ورقابتها انها يعني راقبت المنتجات من اول رغيف العيش لغايه الخضار والفاكهه وكل حاجه الحقيقه. طيب دكتور، في كتير يعني بيفتقد لمعرفة الأساليب والآليات اللي يقدر يرشد بيها، يعني هو يقول لك أرشد إزاي؟ يعني أنا كنت بجيب كيلو أجيب نص، طب افرض النص ده ما كفانيش، كنت بجيب واحدة خمسة ست قطع أجيب واحدة، طب افرض ما كفتش، يعني إيه الآليات والطرق اللي ممكن الشخص بيها يتعرف على أساليب الترشيد المطلوبة؟ احنا المفترض إن احنا نبقى يعني ميزانية الأسرة دي في إيدينا احنا، احنا الحكمة يعني احنا المسؤولين، أنا وزيرة مالية بيتي. يعني المفترض المرأة على حسب الرجل يعني لازم يكون عنده نوع من انواع القناعة، يعني حتى في التنشرة ما تجيبش حاجات كتيرة فائض، ما الحاجات دي بتبوظ على فكرة وبتترمي في الآخر واحنا مش بنستفيد بيها ولا احنا ولا غيرنا، فما نجيب كفايتنا، لما نحتاج نجيب تاني، ايه المشكلة؟ يعني ليه ما يبقاش عندنا ثقافة الوعي الاستهلاكي لكل شرائح المجتمع؟ ليه ما بنصيغش أنماط استهلاكية باتباع برضو يعني اساليب مختلفه؟ ليه ما بن الاضاءه الاناره، ليه ما بننور كل اوض البيت مثلا؟ ليه كميه الاضاءات والانوار دي؟ ليه ما بنجيبش الحاجات اللي الاناره المرشده للطفل؟ ليه ما بنستخدمهاش؟ الاغذيه الفايده مننا ليه ما بنوديهاش لاماكنها المسؤوله زي بنك الطعام مثلا؟ نعم. احنا لو سنينا قوانين لردع كل من يخالف معايير الاستدامه صدقني هيبقى الوضع افضل بكتير. نعم دكتور زينب نجيب الخبير الاقتصادي واستشاري العلاقات الاسريه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. وبينضم الينا استاذ حسن هريدي رئيس قسم الاقتصادي بوابه اخبار اليوم. استاذ حسن تحياتنا، كل عام وحضرتك بخير يا فندم. كل عام وحضرتك بخير وكل المشاهدين الكرام وصباح الخير عليكم جميعا. يعني يا استاذ حسن احنا كنا بنتكلم الحقيقه في ملف ضروره اعاده بناء ثقافه الترشيد في الاستهلاك من جديد للتعامل مع واقع الظروف وايضا لتحقيق اهداف التنميه او وصولا الى التنميه المستدامه. يعني من وجهه نظر حضرتك ايه هي العيوب او ابرز السلبيات اللي موجوده في السلوكيات الاستهلاكيه لدى المجتمع المصري؟ بالفعل هناك عدد من السلوكيات التي تحتاج الى تغيير ثقافه المجتمع المصري تجاهها، وهي ثقافه الهدر، وهذا هو اهم يعني شيء، هو ان المواطن اعتاد خلال يعني ونحن في شهر رمضان استخدام كميات كبيره من الطعام، ثم هذه الكميات لا يعني لا يحصل الا على جزء قليل منها، ثم يهدر باقي هذه الاطعمه، وهذا يعد تكلفه كبيره جدا على الدوله اقتصاديا، وايضا تكلفه على موازنه الاسره في حد ذاتها، وايضا تكلفه على موازنه الفرد في حد ذاته. وبالتالي عمليه اعاده ترشيد او تغيير ثقافه المجتمع تجاه النمط الاستهلاكي في الحياه اليوميه، نحتاج جميعا الى تغيير هذا النمط. ايضا على المواطن يدرك جيدا ان الحياه في تغير، وان الامور او الامور الحياتيه الاقتصاديه لم تعد في حاليا كما كانت في الماضي، لان تكلفه الغذاء العالميه ارتفعت جدا، تكلفه الانتاج ارتفعت جدا، وبالتالي هيؤثر ذلك على حياته اليوميه، سوف ينعكس ذلك على مسار حياته بشكل مختلف في انماط الحياه اليوميه، سواء كان ينعكس ذلك على التعليم، على الصحه، على ثقافه الادخار، ايضا محتاج ان احنا نغير ثقافه الادخار، ويدرك المواطن ان الادخار اصبح ضروره حياتيه لتامين حياته ومستقبله.
وان يعني اليابان على سبيل المثال هم اعلى شعب في يعني يتخذ ثقافه الادخار، ويدخر لا يقل عن 40% من دخله الشهري بصفه مستمره. نحن في مصر هنا ثقافه الادخار بالنسبه لنا يعني جزء لا يمثل الا شيء قليل جدا. صحيح. ولا وبالتالي هذا يعرض الاسر دائما لامور اقتصاديه صعبه، يعرضها لازمات في بعض الاحوال، وبالتالي ويطالب ايضا الدوله بالرعايه الشامله، وهذا لم يعد احد في المستقبل، لان عالميا هذه النظره اختلفت كثيرا، لان الدوله لا تقدم كل شيء للمواطن كما كانت في النظم السابقه، لان انماط الاستهلاك نفسها تغيرت. ايضا ثقافه الادخار يعني مهمه للمواطن في حد ذاته، لان الجزء المدخر داخل البنوك هو جزء يعود عليه بالنفع من خلال تمويل المشروعات التنميه التي تتطلب تسهيل حياته، وبالتالي تمويل مشروعات الطرق، تمويل مشروعات الصحه، تمويل مشروعات التعليم، لان عمليه الادخار داخل البنوك هي عمليه اعاده استثمار تلك الاموال بشكل مباشر في مشروعات التنميه. نطالب الدوله يعني المواطن يطالب الدوله بمتطلبات كثيره، ولا يسعى للمساهمه في تلك المتطلبات بهذين الامرين، هو ترشيد للثقافه، محتاج انه يرشد ثقافه الاستهلاك، ايضا محتاج نشر ثقافة الادخار، وبثقافة الادخار لابد أن يتم تنشئة الأجيال القادمة منذ الصغر، سواء كانت داخل الأسرة، سواء كانت داخل المدرسة أو الجامعة، وأن يدرك المواطن أن الادخار شيء مهم جدا في حياته وتأمين مستقبله. نعم. في الفترة المقبلة. طيب أستاذ حسن، يعني كتير من المواطنين بيربطوا مسألة الاستهلاك بصفات الكرم والجود والعادات والتقاليد، بصفات القدرة والإمكانية على الشراء ولا أو الحصول على الشيء بشكل أو بآخر. يعني من وجهة نظر حضرتك، إيه الآليات اللي ممكن من خلالها نبدأ نقدر نوصل لتوعية جديدة بأهمية الترشيد وعوائده على الفرد بصفة شخصية في البداية، ثم بعد كده في المجتمع بشكل كلي؟ الأمر يحتاج إلى تحديد المفاهيم ووضع النقاط على الحروف في تلك الأمور، لأن الكرم ليس مرتبط بالبذخ، ولكن إذا 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 قبضنا أو تحدثنا عن الكرم، فالمولى عز وجل أمرنا بالأكل والشرب دون الإسراف، وإنما الاعتدال، وخير الأمور الوسط. إذا تحدثنا عن عملية القدرة الشرائية أو الثراء الذاتي، هذه موروثات ثقافية خاطئة، لأن الثراء ثراء الفكر، وأيضا الثراء الحقيقي أن أدخر لنفسي جزء من دخلي، وجزء يعني أتركه لأولادي في المستقبل، لأن المسألة الحقيقية والثقافة الحقيقية وللمجتمعات المتحضرة والتي يعني في رأيناها في كل شعوب العالم، اللي هو فكرة الاستهلاك بقدر الحاجة، ده هذا النمط الذي يحتاج إلى نشر هذه الثقافة فعليا على أرض داخل المجتمعات الشرقية. نحن المجتمعات الشرقية دائما يعني لدينا بعض المفاهيم الخاطئة عن الحياة وعن ترتيب الأولويات، لأن الأمر الفكر الحقيقي والثقافة الحقيقية هو استهلاك بقدر الحاجة، ولا دليل على البذخ بالغناء، هذه موروثات ثقافية خاطئة، يجب حان الأوان أن نتخلى عن تلك الموروثات الثقافية الخاطئة، ويعني نفكر بالفكر العملي الحديث وفكر العملي الفعلي والأكثر فائدة للمواطن وللأسرة على وجه التحديد، ثم المجتمع أيضا، لأن البذخ والإسراف هما أمور يعني الديانات السومرية أمرتنا بتركها والتخلي عنها، وأيضا الحياة الفعلية والحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية تأمرنا بذلك وفقا لمسايرة المحدثات من الثقافة العالمية. نعم أستاذ حسن، يعني بنظرة استباقية مستقبلية لحد ما كده، يعني كيف ترى تأثير سلبيات الاستهلاكية في مجتمعنا على الفرد
ومن ثم على المجتمع وعلى التنمية ككل. يعني استمرار المواطن في حياة الإهدار وعدم ترشيد إنفاقه وعدم ترشيد أمور حياته سوف ينعكس عليه أن ينتقل المواطن إلى مستويات أدنى في الفقر، ثم دخول دائرة الفقر، وأيضا سوف ينعكس على مستقبل أسرته بعدم قدرته على تأمين مستقبلهم وتلبية احتياجاتهم المستقبلية، وأيضا عدم قدرته على الانتقال إلى مراحل أعلى في الحياة وتأمين يعني احتياجات أسرته في الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليم في المستقبل، لأن ذلك يتخذ من العمل في الإسراف تتخذ قدر كبير من دخله وبالتالي ينعكس عليه اقتصاديا. على المجتمع، يكلف المجتمع جزء كبير جدا وحجم أموال طائلة، لأن عملية الهدر أو عدم ترشيد الإنفاق يحتاج من الدولة توفير تلك السلع الغذية بالعملة الصعبة، وبالتالي يؤثر على عمليات المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة، سواء كانت مشروعات الارتقاء بالمستوى التعليمي أو بالتعليم كما ونوعا، أيضا الارتقاء بالخدمات المقدمة من قبل الدولة سواء في قطاع الصحة، قطاع النقل، أيضا كافة القطاعات، الخدمات المدنية التي تقدمها الدولة، لأن ذلك سوف يؤثر على تلك الخدمات كما ونوعا. نعم. بأن تقل هذه جودة هذه الخدمات، وبالتالي يعاني المواطن في المستقبل أو يعاني المجتمع من نقص تلك الخدمات، ثم يلوم لا يلوم إلا نفسه ولا في تلك الفترة، لأن المجتمع وتطورات الحياة المستقبلية تستوجب على المجتمع والفرد بحكم أنه وحدة بناء المجتمع أن يتعاون وأن يتشارك مع الدولة في بناء وتأمين احتياجات المستقبل وترشيد موارد الدولة، لأن مع الزيادة السكانية الكبيرة التي يشهدها العالم هناك نقص كبير جدا في توفير الغذاء على المستوى العالم، ومهما حاول العالم من ابتكار وسائل لزيادة معدلات الإنتاج سواء كانت المعدل الرئاسي أو المعدل الأفقي، هناك أزمة حقيقية وفقا للمؤشرات الاقتصادية لكافة المؤسسات الدولية تشير أن هناك أكثر من 150 مليون على مستوى المواطن يعاني من الفقر والجوع. نعم هذا نعم أستاذ حسن. نعم هي بالفعل وصلت الرسالة، لكن هو عذرا يعني وقت المداخلة انتهى، لكن بكل تأكيد كما أوضحت حضرتك أن التبعات والتداعيات كثيرة نتيجة عدم الاكتساب لثقافة الترشيد وفهم أهمية هذه الثقافة وتأثيرها ومردودها على كل فرد. أستاذ حسن هريدي رئيس قسم الاقتصادي بوابة أخبار اليوم، أنا بشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المداخلة. ومشاهدينا الكرام، بعد أن تعرفنا على أضرار أو المضار المتعددة من ثقافة الاستهلاك وسلبيات ثقافة الاستهلاك والعادات والتقاليد الموروثة التي تقود التنمية أو تتحكم في قدرات الفرد على معايشة الظروف الواقعية، دعونا نتعرف على بعض الآراء اللي وصلتنا من حضراتكم على الفيسبوك على همزة وصل إيجي حول أهمية الترشيد ودور الترشيد وثقافة الترشيد في تحقيق التنمية المنشودة في المجتمع. معنا الأستاذ أحمد سالم بيقول المشكلة الرئيسية ليست في الاستهلاك ومقداره، بل تكمن الأزمة الحقيقية في الهدر الناتج عما تم انفاقه، اي مجمل المهدر مما نستهلكه. وحتى نتغلب على سياسة الهدر هذه، اولا حتى نستطيع الاجابة ايضا على السؤال الاهم، ماذا نفعل مع غلاء الاسعار؟ علينا اولا ان نعيد صياغة ثقافة الاستهلاك لدينا، حينها فقط نستطيع السيطرة على الأسعار وتوحشها. بشكر حضرتك على هذه المشاركة. أستاذ أكرم حمودة بيقول تعليم ديننا الحنيف أوصت بذلك، ودور الإعلام والمساجد والعلم والثقافة ودورها في بس هذه التعليم في المجتمع، لأن الإسراف بيتنافى مع تعليم السماء، فقال الله عز وجل كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، صدق الله العظيم. أهمية الاقتصاد وحفظ النعمة من الدين وما أمرنا الله به، غرس ذلك مهم في مجتمع
يؤثر عليه الهدر وعدم التدبير. مجتمعات غربية بتطبق ما جاء في ديننا، فنراهم يشترون بحساب ويأكلون بحساب وينفقون بحساب، أما في مجتمعنا فنفتقد لذلك إلا قلة على علم بأهمية حفظ النعمة وعدم الإسراف. وربنا يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء. بشكر حضرتك على هذه المشاركة. وبناخد رأي آخر، أستاذة ناهد عبد الفتاح. السلام عليكم. سياسة ترشيد منها جزء على المواطن وجزء بتتحمله الدولة. بتتحمل الدولة توفير السلع التي تناسب كل فئات المجتمع بشكل يغطي كل أنحاء المجتمع، أما المواطن فبتحمل تغطية احتياجاته بأقل قدر ممكن من موارده ليتمكن من توفير جزء منها. وإن كان الإنفاق كبير على بعض المنتجات الغير ضرية والتي يمكن بثمنها تغيير حياة قرية أو مدينة، ده حقيقة بيثير الكثير من الجدل، خاصة وأن كل الأديان السماوية أوضحت وبشكل صريح أن الإنسان مؤتمن على ما يملك وسيحاسب على إنفاقه بل وعلى صحته فيما قام بعمله فيها. لذلك فالحياة ما هي إلا فرصة، إما أن يتم استغلالها فيما يكون سبب في سعادة دائمة أو شقاء دائم. وأن التسارع في نمط الحياة الفانية بيخلق مجتمعات غير متوازية بينما بين الكثير من الفوارق والمشاحنات. بشكر حضرتك على هذه المشاركة. أستاذ هناء محمد، أبرز الطرق لإعادة صياغة ثقافة الاستهلاك تبدأ أولا بأننا جميعا علينا أن نتفق على تفضيل المنتج المصري دون سواه مع أي منتج آخر، لأن تكلفة الاستيراد دائما بتعني الغلاء في الأسعار. ثانيا علينا اتباع سياسة عدم الإسراف وترشيد النفقات، لذلك يبدأ من الأسرة والذي يجب عليها أن تجتمع شهريا على الأقل وتتفق على وضع خطة لها طوال الشهر تشمل كل احتياجاتها التي ستقوم بشرائها هذا الشهر، بشرط أن تكون هذه الاحتياجات أولا ذات أهمية وتناسب مقدرتهم المادية دون إرهاق. أيضا بتقوم على دراسة من الأسعار وحينها بتقدر تضمن السيطرة الكاملة على الأسعار، وبتحدد هذه الأمور وفق سياسة العرض والطلب. نكتفي بهذا القدر عموما من التعليقات والمشاركات في الآراء، لكن أوضح المشاركون أن كل ثقافة لها أسس ولها ثوابت، وثقافة الاستهلاك هي معروفة التبعات والتداعيات والمخاطر، لكن ثقافة الترشيد بكل تأكيد كل أوضح أن الدين لا يطلب هذا ويؤكد على ضرورة الترشيد. العلم، العقل، الواقع، الظروف المحيطة، التكلفة التي يتحملها الشخص بنفسه. عموما مزيد والمزيد حول أهمية إعادة بناء ثقافة الترشيد للمجتمع المصري وتأثيرها على التنمية، خلونا نبدأ في استقبال مداخلات هاتفية من جديد. وهيكون معنا دكتور سامح فوزي الكاتب الصحفي. دكتور سامح تحياتنا يا فندم، كل عام حضرتك بخير. بسمع حضرتك طيب يا فندم، اهلا وسهلا. ببساطة شديدة جدا عشان نقدر نغير مجتمع اعتاد لعشرات السنين على عادات وتقاليد هي اغلبها بتصب في نمط الاستهلاكي، ايه الاليات اللي شايفها من وجهة نظر حضرتك اللي نقدر بيها نوعي مجتمع الى ان الظروف الحالية بتفرض سياسات الترشيد الشخصية اولا وبعد ذلك المجتمعية بشكل كامل؟ يعني في البداية أنا أحب بس أأكد على نقطة، أن جزء كبير جدا من النزعة الاستهلاكية أو الطرفية بيأتي نتيجة نوازع نفسية عند الناس، ويأتي نتيجة اختلال في ميزان القيم اللي موجود داخل المجتمع. يعني هناك شرائح من الناس بتعتقد أن الاستهلاك يأتي إليها بالكرامة والرمز والوضعية في داخل المجتمع، صحيح، وأن المباهاة والافتعال الاجتماعي والتعالي الطبقي من هذه اللوازم الضرورية حتى يكون لهم كرامة ويكون لهم موقع داخل هذا المجتمع، ودي قمة الانتكاسة لسلم القيم داخل المجتمعات. يعني الإنسان بيحصل على وضعه الاجتماعي من خلال الإنجاز، من خلال التعليم، من خلال التدريب، من خلال أن يحقق ذاته داخل المجتمع بما يسهم به في العملية الانتاجية داخل المجتمع، ولكن لا يتحقق ذلك بالتعالي على الآخرين والافتعال وإحداث نوع من أنواع النوازع الطبقية داخل المجتمعات. يعني أنت بتبص النهاردة
كثير من المناسبات الاجتماعية لشرائح داخل المجتمع، وأنا ما بكلمش هنا على شرائح غنية أو فقيرة أو كده، أنا بتكلم على شرائح أصبح المال بالنسبة لها هو وسيلة لكسب الأنظار ووسيلة أيضا للتباهي الاجتماعي. كثير من المناسبات الاجتماعية، من الزفاف للحاجات الخاصة للحياة اليومية، لنوعية السيارات، لنوعية أشياء كثيرة جدا، هم بيرسلوا رسائل إلى المجتمع بهذه الطبقية، وهذه المجموعات من الناس التي تنتج قدر كبير جدا من المشكلات داخل المجتمع. يعني مثلا لو بصيت حضرتك على بعض الحوادث التي صارت جزء من عملية التقاضي داخل المحاكم ولا آخره، هتلاقي جزء منها نتيجة تهور مجموعات من الناس يعني يرتبطوا بهذا النمط من التفكير الاستهلاكي في التعامل مع الأمور. فدي أول نقطة أحب أتكلم فيها، اللي هي فكرة لابد أن نغير منظومة القيم داخل الناس، أن الإنجاز الحقيقي في المجتمع يكون بما يسهم به الفرد، سواء كان من خلال التعليم أو العملية الإنتاجية، وليس من خلال المباهاة أو التعالي الطبقي أو الاجتماعي. دي أول نقطة. تمام. ما ده دكتور، ده اللي خلاني أسأل حضرتك برضو الآليات. يعني إحنا يعني ال- 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 الرؤية والوضع والسلبيات الاستهلاكية هي الحقيقة واضحة في كل معالم المجتمع، لكن الآليات السهلة أو اليسيرة ممكنة التحقيق على المدى القصير أو المتوسط الصح، يعني التعبير. أولا الآليات دلوقتي أنا يعني هقول لحضرتك بعض الأفكار اللي ممكن يعني ممكن تستخدم يعني في هذا السياق. أولا إحنا لابد أن نوجه وجدان الأجيال الشابة، سواء كان الطلبة في الجامعات أو التعليم الثانوي، إلى العمل الأهلي والعمل الخيري والعمل الاجتماعي، بحيث يتربى داخلهم وجدان إنساني في التعامل مع الأمور. يعني إحنا عايزين هؤلاء الطلاب يشاركوا أولا في أنشطة اجتماعية وأنشطة إنسانية، زي ملاجئ، زي حماية البيئة، زي مساعدة الفقراء، زي الخروج من الحالة اللي بتشاهدها بعض المجتمعات من التهميش والفقر إلى آخره. إذا شارك هذه الأجيال الشابة وتكون لديهم وعي إنساني ومدني بأهمية رفع المعاناة عن الناس، دول أبعد ما يكونوا عن انتهاج أسلوب الثقافة الاستهلاكية. وده إحنا نقدر نستفيد منه من خلال التعامل مع الجامعات الأهلية، وإحنا النهاردة بنتكلم في عام المجتمع المدني اللي أعلنه السيد الرئيس في سبتمبر الماضي. فإحنا نتكلم على كيف يمكن أن نشارك من خلال مشروعات مكافحة الفقر والنهوض بالبيئة ومواجهة التهميش. هذه الأجيال عندما تشترك في مثل هذه الأمور يتربى لديها الوعي، عندما ترى المعاناة تتعلم كيف تعيش حياة إنسانية منضبطة لا يوجد فيها إسراف أو مغالاة أو تباهي أو افتعال. النقطة الثانية لو سمحت لي هي مسألة الخطاب الديني والخطاب التعليمي. يعني انت النهاردة الخطابات الدينية لابد ان تكون واضحة تجاه الناس. القضية مش قضية فقر وغنى بالمناسبة، القضية في المقام الاول هي كيفية استخدام المال من اجل النهوض بالمجتمعات. احنا لدينا طبقات داخل المجتمع لا تعرف كيف تستخدم المال. لو بصيت حضرتك في تجربة مجتمعات تانية، وربما تجربة بعض التجارب في مجتمعنا احنا كمان، يعني تجربة مجتمعات تانية، الذي بنى المستشفيات والذي بنى الجامعات والذي بنى المراكز الاجتماعية والصحية في دول كثيرة جدا هم الذين يمتلكون المال. وفي تاريخنا احنا في رموز كثيرة جدا داخل المجتمع تبرعت كثيرا واستخدمت المال في سبيل إسعاد الناس، وفي سبيل تغيير المجتمع، وفي سبيل تطويره. فالمال القضية المشكلة ان المال ليس أداة للمباهاة والتفاخر، وليست هي ملكية شخصية الأفراد، ولكنها أيضا في مسؤولية اجتماعية تجاه امتلاك الثروات من أجل إنعاش المجتمعات وتطوير الحياة داخل هذه المجتمع وتقليل الفجوات والفوارق ما بين الناس. لأن تقليل الفوارق ما بين الناس ده بيخلق نوع من أنواع الأمان الاجتماعي داخل المجتمع. فإذا تكلمنا على الخطاب الديني لابد أن يكون واضح في هذا الكلام، تكلمنا على الخطاب التعليمي داخل المدارس لابد أن نمجد في قصص ناس استطاعت أن تغير الحياة من خلال التعليم ومن خلال الثقافة ومن خلال الوعي. صحيح. وليس فقط بالتباهي وامتلاك الناس. انت حضرتك دلوقتي قبل ما ادخل مع حضرتك على الهواء كنت بتحكي قصة لطيفة جدا، وبتتكلم بتقول ان الناس لابد ان هي يعني تخرج على الاستهلاك، واتكلمت برضو اشارات في هذا الموضوع. هناك توثيق لقصص كثيرة سواء كانت دولية او حتى في مجتمعاتنا احنا العربية والمجتمعات الاسلامية، هذه القصص والروايات بتتحدث عن كيف الناس اختارت طريق العيش بقدر من الانضباط، مش عايز اقول الزهد حتى، بقولك بقدر من الانضباط والتفكير الموضوعي
واستخدمت المال في تغيير حياة الشعوب. هذه القصص لابد أن تقدم للأجيال الجديدة حتى يشعروا إن اللي بيشوفوه في إعلانات التلفزيون، ودي كارثة تانية يعني، الإعلانات عمالة ده موضوع تاني يا دكتور، ده عمالة ترفع توقعات الناس وعمالة توريهم إن الحياة لابد أن تكون في هذه الدرجة من الرفاهية، والواقع مش كده أصلا. نعم. فإحنا عايزين ناس تتربى لديها وجدان إنساني يرتفع منسوب الحياة الإنسانية عند الناس، وده من خلال زي ما قلت لحضرتك يشاركوا في عمل أهلي واجتماعي، يشاركوا من خلال خطابات دينية مستنيرة وواعية، يشاركوا من خلال خطابات تعليمية تقدم لهم نماذج إنسانية راقية في الحياة. لازم تتغير نظرة الناس. نعم. مع مرور الوقت. نعم. وإحنا أملنا في الجيل اللي طالع، يعني أملنا في جيل الشاب اللي يطلع إزاي بإذن الله. نعم بالتأكيد دكتور، هي بس عذرا وقت المداخلة انتهى، ولكن الحقيقة أنا بشكر حضرتك دكتور سامح فوزي الكاتب الصحفي على هذه المداخلة وعلى هذه الإفاضة في المعلومات. ومداخلة أخيرة مع دكتور هدير جميل أخصائي التغذية العلاجية. دكتور هدير يعني كل عام وحضرتك بخير. هو سؤال مباشر، يعني تأثير الثقافة الاستهلاكية المفرطة اللي بنتبعها في شهر رمضان على الصحة، يعني احنا خلينا مش هنتكلم حتى على، احنا عرفنا على مدار الحلقة تأثيرها على التنمية وتأثيرها على دخل الفرد واستقراره وحياته ومستقبله بالكامل، خلينا نتكلم على الناحية الصحية اللي الأكل الكتير وتحقيق شهوة الشراء الكثير ومحاولة تناول كل الأطعمة بكل صورها وأشكالها خلال فترة من ساعة الفطار للسحور، دي ممكن تعمل ايه في الشخص؟ كل سنة وحضرتك طيب والأمة الإسلامية كلها بخير يا رب، رمضان كريم. الله أكبر. طبعا هو ده بيأثر بشكل كبير جدا، يعني احنا لو جانا نشوف في دمياط لو جانا نشوف عامة في مصر كلها هنلاقي ان السفرة المصرية مش مجرد صنف ولا اتنين، لا تلاتة واربع وخمس اصناف. معدلات السمنة انتشرت جدا في الفترة الاخيرة، استهلاك كمية زيوت واكل محمر بشكل كبير جدا. طبعا ده بيرجع على الصحة بشكل كبير، لو اتكلمنا في استهلاك الزيوت بشكل كبير ده بيأثر على امراض القلب والشرايين، بيأثر على الكبد، بيأثر على الكلى، بيزود لي امراض السمنة خاصة في الاطفال ان امراض السمنة كترت جدا. هنيجي نشوف كمان استهلاك النشويات الكتير زي المكرونات والرز والعيش الكتير، ده كمان اشترك في امراض السمنة والسكر والضغط بشكل كبير جدا. هنيجي نشوف مثلا الأسرة المصرية دلوقتي لازم بط وجنبه فراخ وجنبه مش عارفة جلاش ومكرونة نوعها ايه، كمية نشويات كمية كربوهيدرات غير صحية على السفرة المصرية، بنشوف ان هي بتشارك في أمراض كتير جدا زي ما قلنا سكر وسمنة وقلب ومشاكل في الشرايين. ما احنا لو عملنا ترشيد او حاولنا بقدر الامكان ان احنا نعمل الاكل هيلثي وصحي وكفاية صنف واحد بس على السفرة، وليكن مثلا بط لو الاسرة المصرية نفسها بط او فراخ او لحمة، يبقى نوع البروتين واحد حتى ما يعملش تخمة، ما يأثر ليش على الصيام، على الاقل حقق الغرض من الصيام لان ده شهر عبادة مش شهر لتخزين الاكل وكميات الاكل الكتير جدا جدا اللي احنا بنشوفها على يعني دكتور احنا بنتكلم هنا على الترشيد في الاستهلاك للاغذية، ما هياش مسألة ان انا اقلل حتى بس حتى الكمية، لكن النوعيات، لكن حد من النوعيات بالظبط. يعني انا لو خدت نوع بروتين واحد عملته بشكل مشويات يبقى انا عملته وقاية صحية ووفرت زيوت، ما عملتش اكتر من صنف انا كده عملت ترشيد استهلاك، عملت وقاية لصحتي من اي مشاكل ممكن تحصل، يبقى انا عملت كذا حاجة مش حاجة واحدة. فكمان في ظل غلاء الاسعار يبقى احنا ما عملناش مشاكل وعملناش اوفرلود على الاسرة المصرية، وفي نفس الوقت عملت وقاية صحتي ان انا ما استخدمتش زيوت كتير. هو بالعامية كده دكتور، يعني بلغة الناس، يعني هو تشكيلة الأكل وتنوعته دي ممكن تعمل مشكلة صحية أثناء في الفترة ما بين الإفطار والسحور. بالضبط، هو الوقت بيبقى قليل جدا، بنيجي نشوف ان نلاقي مثلا هو كذا صنف بروتين يتحط، كمية زيوت كبيرة جدا في الأكل، كمية كربوهيدرات كبيرة جدا، بنشوف ان بعد كده بنلاقي ان كمية حلويات كبيرة جدا اتحطت ما بين سكريات ودهون غير صحية، ده بيعمل أوفرلود على المعدة على الجهاز الهضمي على القلب، الجسم مش قادر يستوعب كمية الأكل ونوعيتها الغلط اللي دخلت في وقت قصير جدا، الوقت اللي ما بين الفطار والسحور، الجهاز الهضمي اللي هو ايه اللي انت بتعمله ده، مش قادر اهضم كمية الأكل دي. وده بنشوفه ان معدلات التخمة بتزيد كتير جدا في رمضان، وبنلاقي ان الناس خارجة وزنها زايد رغم ان المفروض يحصل العكس. يعني صحيح. الغرب
والمراجع الغربيه خدت مننا نظريه الصيام المتقطع عشان الدايت وعشان نظام تخسيس. المفروض ان احنا كمسلمين بنخرج من الشهر ده اصحاء مش تخمه، مش العكس. نعم. بس تعداد الاصناف والاصناف الغير صحيه، كميه الحلويات الكتير جدا، كميه العصائر المهدره، هنلاقي ان ده كله سبحان الله بيعمل لي مشاكل صحيه وبيعمل لي كمان عبء مادي وعدم تشريد استهلاك كبير جدا على الاسره. نعم. يعني وصلت رساله دكتور هدير جميل اخصائي التغذيه العلاجيه، انا بشكر حضرتك على هذه المداخله، وحقيقه طبعا كما استوضحنا مشاهدينا الكرام من خلال ضيوفنا ان عمليه الترشيد في الاستهلاك والحد من العادات الاستهلاكيه الاستنزافيه المستمره في المجتمع المصري امر لم يعد اختيارا، بل هو امر مفروض من قبل الواقع العالمي اللي بنعيشه من متطلبات الحياه التي نحياها يوما بعد يوم. مشاهدينا كانت هذه حلقه اليوم برنامج همزه وصل، الى اللقاء غدا، ملف جديد، فريق عمل جديد، دمتم في امان الله. Ha ha ha!